بالتزامن مع مشاركة منتخبنا الأولمبي ورياضيون وأبطالنا في أولمبيات باريس، قصة الحدث اليوم هي تتحدث عن الأولمبيات وعن مشاركات العراق. نذكر بالنتيجة، منتخبنا الأولمبي حاليا متأخر بهدفين دون مقابل لصالح المنتخب المغربي. وبالتزامن مثل ما قلنا مع المشاركة الأولمبية، نستعرض إلى حضراتكم ترتيب العراق بين الدول العربية الأكثر تتويجا بالميداليات في تاريخ الأولمبيات. في المركز الأول مصر 38 ميدالية، تجي بعدها المغرب والجزائر وتونس وقطر والبحرين 4 ميداليات. البحرين اللي هي عدد سكانها ما يعادل منطقة بالعراق. سوريا، الأردن، الكويت، الإمارات، لبنان، السعودية، السودان والعراق بالمركز قبل الأخير متساوي هم وجيبوتي، ميدالية واحدة برونزية عبر التاريخ. الوفد العراقي الأولمبي لرفع الأثقال في روما، وهو من اليسار إلى اليمين زهير إيليا وعبد الواحد عزيز وشاكر محمود. الميدالية الوحيدة اللي حصلناها هي لعبد الواحد عزيز بالستينات برياضة رفع الأثقال. يقول الأولمبية العراقية، طبعا بالمناسبة احنا بقينا على هاي الميدالية من ذاك اليوم لهذا اليوم، ما حصلنا وراها بعد على قولتهم خاشوقة، كل شيء ما حصلنا. هي الميدالية هاي من أولمبيات روما لغاية الآن. أيضا الأولمبية العراقية 170 مليار خلال 10 سنوات، 170 مليار، واتحادات دون مشاركات خارجية لعدة سنوات. 62 سنة مرت على الإنجاز الأولمبي الوحيد للعراق بالحصول في الألعاب الأولمبية الصيفية، وما زال يحلم بأن يرى ميدالية أخرى لأحد أبطاله، وهو يرفع اسم العراق عاليا على منصات التتويج. فرغم مشاركة العراق المستمرة بالأولمبيات، إلا أنه حصل على ميدالية برونزية وحيدة مسجلة باسم عبد الواحد عزيز في دورة روما عام 1960. ميزانية اللجنة الأولمبية والأموال التي صرفت عليها وصلت إلى نحو 170 مليار دينار خلال 10 سنوات فقط، وأغلبها تصرف على مشاركات خارجية للاتحادات الرياضية بدون أي إنجاز. وتضيف المعلومات أن هناك نحو 7 اتحادات تتلقى مئات الملايين من الدنانير سنويا، ولم يكن لها مشاركات خارجية واحدة، مشاركة خارجية واحدة ما إلها خلال السنوات الأخيرة. وعند سؤالها عن أبواب صرف الأموال تجيب بأن لديها لاعبين ينشطون في البطولات المحلية. وتؤكد المعلومات أن هذه الاتحادات تستغل الاتحادات الدولية التي تمنع التدخل الحكومي في عملها للهروب من المحاسبة، رغم أن الجهات الرقابية من المفترض أن تكون لها يد في مراقبة هذه الاتحادات. أيضا لدينا رئيس اللجنة الأولمبية يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية تناول اللاعب سجاد غانم المنشطات. لاعب ناول المنشطات في لعبة الجودو هي هاي اللماطة اللي يصير بيناتهم. فقرر يعني رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ الدكتور عقيل مفتن تحقيق فتح تحقيق بخصوص موضوع سجاد، اللي هو بصراحة بدت المنافسات ونتمنى تنحسم قضية السجاد يشارك لو فعلا ماخذ منشطات.